محاكي السوبر ماركت الحلقة الأولى بدون أي مقدمات. أنا كتير متحمسة على اللعبة. خلونا نبلش. بس قبل ما نبلش خلونا نوصل هذا الفيديو ل10,000 لايك إذا بدكم يانا نكمل بالسلسلة. متحمس. ليتس جو. حبيت اللعبة من الأول. حاطين لفوق فلوس. أنا إنسانة بحب الفلوس يعني صراحة. ما بعرف حاسة إنها رح تكون من ألعابي المفضلة. نيو جيم. واو هذا هو الدكان تاعي. والله حرفيا زي الدكانة. مين بعرف فيكم شو معنى دكانة؟ بحس انها كلمة اردنية مش الكل بعرفها. دكانة معناها زي سوبر ماركت. في هون انه كلوز واوبن. يا حبيت. طلع في دراجة كمان لإلي. هذا الحي تاعي. واو بحس حالي بلندن يا جماعة. كثير حلو. في ناس. هاي هاي. الو انا شفاف. الو وقف. لا اوكي هناك في شاحنة. اشوف اذا بقدر اسوق. وقف 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 بليز عمو. لا تدعسني اوكي. بدي اشوف اذا بقدر اسوق. ليه مش شايف ناس جوا الشاحن. او ماي جاد. ويت ويت ويت. نو نو نو. ممنوع تروح ممنوع تروح. لا 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 تزيحونيش. اي او ماي جاد. بقدر. ما في احترام ما في احترام جايز. اوكي بقدر امشي من هون. بقدر اتجول بالمدينة. انا لسه ما تجولتش بالسوبر ماركت تبعي بس قاعدة بتجول بالمدينة. طب وين السوبر ماركت حقتي؟ هيت هيت هيت. كيوت. اوكي خلينا نفوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هون الكاشير. هون اللي بنحط عليهم البضاعة. نايس. هون كمبيوتري. يعني اني رجلة اعمال. امرأة اعمال. امرأة اعمال. بزنس وومن. كيف تنحكى بالعربي؟ المهم عندنا كمبيوتر بالسوبر ماركت. لا عندنا كمبيوتر بالسوبر ماركت. اوكي خلينا نضغط عليه. عشان نشتري الاغراض وهيك. اوكي استوعبت. في بنك بقدر اخذ قرض. قد ايه مصاري اصلا؟ بس $50. ليه؟ شو كان اعمل بحياتي انا بس 50؟ كيف فتحت بالسوبر ماركت ب$50؟ الواحد بيطلع السلم درجة درجة. ما بزبط نوصل اعلى درجة هيك. لا عادي بنبلش ب$50 بصير معنا 50 مليون. مالني واثقة من حالي هيك. تعال نشوف الكاشير ايش فيه. كيف بامكاننا نشتغل على الكاشير؟ اوكي ما بعرف صراحة كيف بامكاننا نشتغل على الكاشير. كاشير خربان. طيب اتوقع هون في عنا مخزن بس مسكر. يمكن بفتح لقدام ما بعرف. اوه في عنا كهرباء. الله ينور علي. مش عارف منين بدي ابلش صراحة. يعني مبدئيا احنا ما عنا بضاعة فيعني بجوز لازم نجيب بضاعة. بقدر اغير مكان الاشياء. طب اوكي بقدر احطه هيك بحس احلى. حبيت. بقدر اشيل هذا. لا هذا ثابت مكانه يمكن. هذا بقدر اغيره. اوكي ممكن نحطه هون هيك قريب شوي من الكاشير. ايوه هيك جنب بعض. بس انا بفضل لو كانوا هدول راجعين لورا اكثر. بدنا بضاعة. يعني هذا الاشي الاكيد بدنا بضاعة. تعال نشوف كيف بامكاننا نشتري اشياء من الماركت يمكن. بامكاننا نشتري حبوب. اوكي لازم كنت اكمل بعد كلمة حبوب. حبوب البسكوت او حبوب الذرة. طيب خلينا نشتري زيت. ادحق الوحدة. طيب. دينار ونص ولا اشي. اوكي الحبوب الذرة حقها $3. الخبز والله ولا اشي كمان. طيب هون معكرونة وهذا كمان مش عارف شو. المهم مجموع المشتريات تعيتي $137. كيف هيك معي بس 50. بقدرش اشتري. اوكي خلينا نقلل الكمية اللي بدنا اياها. خلص هدول كويسين بحس. كتير غالي الاشياء. ليه وين رح يجوا هلأ؟ اجوا. هاي اجت هاي اول وحدة. بقدر ارتبهم هيك مباشرة. اوه حبيت. انا اشتريت كرتوني كاملة. ليه بقدر اكب الكرتوني برا؟ لا بزبالي لازم حب. والله انه لعبة متطورة. هذا شو اللي جبناه هلا؟ اوكي اتوقع انه هذا طحين. طب خلينا نكب الكرتوني بزبالة. في بنات. هي هلو ليديز. هاي مش ليدي بالمرة. ما نتدخل ما نتدخل. خلينا نفوت الكرتونات اللي جبناهم. اوكي هاي شو هاي باستا. اتوقع اني جبت غلط. انا جبت كراتين. كان لازم اجيب حبة حبة من كل واحد. اوكي هذا خبز ممكن نحطه هون. لا ما بنقدر. طيب ححط الخبز فوق. وي. اوف جبت كثير انا. والله صار عندي اصناف منيح. معطيني توتوريال ما اغباني. لو اني قرات التوتوريال من الاول. بامكاني احط برايس على البرودكت. بامكاني ابيعه قد ما بدي. اوكي طيب انا اشتريته بدولار الرغيف الواحد. بامكاني احط $2. ما راح احط كثير. اوكي البروفيت دولار. طب بيقولوا لي غالي ولا رخيص. هاي 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 شو عم تاخذ؟ هاي 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 بعدني ما حطيت الاسعار. وين ارجع بديش ابيع. استنى شو هاي كلوز. اطلع برا ما بدي ابيع. كيف بدي اقول له ما بدي ابيع؟ اوكي $5 الحمد لله. اوكي شكرا لك تفضل هاي اغراضك يلا روح. لازم نرجع له. لا ضايل له باقي. هو دفع لي $7 بده 2 سنت. يخرب بيته في حدا بياخذ 2 سنت. تفضل هاي الباقي. كيف شو اعمل طيب هلا؟ حبيت. هاي
اي لايك ات. قبل اي لايك ات لازم نسعر الاشياء. هذا خليناه استنوا شوي، انا حاسس انه الناس بتدفع هون. خليه 20، هذا كمان نخليه مثلا 30، هذا نخليه 20. حرام ما بصير نغلي على الناس. هيك سعرنا، نعمل اوبن. هلا يجوا الناس يشتروا براحتهم. هلو هلو، تعالوا اشتروا من عندي. تعال تعال تعال، اهلا وسهلا، تفضل تفضل، فوت تفضل. هاي السوبر ماركت على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين. فات فات، انت كمان انت كمان، انت سو كيوت. هيشتري اتس تو اكسبنسيف. استنى استنى، منرخص منرخص. ويت هاي 20 طلع، قالت اتس تو اكسبنسيف. لا ويت 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 ويت، هاي بدي ارخص ارخص، ما عجبتهمش الاسعار. اضطرين نرخص يا جايز، مضطرين. اوكي جايز جايز، بس تعال جرب تعال جرب تعال جرب، قرب وجرب، ما راح تغرب. شو شو اللي حكيته هلا؟ اوكي راح اخليها 10 مره، ما راح، حاسس انه الناس ما راح تشتري بهاي الاسعار، ما حدا حيفوت علي اصلا. ليش يا جماعه؟ اوكي خمسه خلص، كله خمسات. ايوه بلش ياخذ. اوكي في واحد اخذ، اهلا وسهلا تفضل، شو بدك شو اعمل؟ اه يو، اعطاني احاسبه بالفيزا. كيف كيف بدي احاسب فيزا؟ اه من هون. اوكي شو اعمل؟ شو شو التوتال اللي اخذه كم؟ 10. اوكي اخذ منه اكثر، بس لا مش لازم انصب عليه. اوكي عندنا هدف، لازم نفوت 25 زبون باليوم. هلا شفت الهدف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلوا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، طريقكم خضرة. شو شو اللي تو اكسبنسيف يا معفن، كثير رخيص. اوكي هاي معكرونه 10. اوكي هو كم اعطاني؟ اعطاني 10 دولار، خلص ما بده باقي، بس اخذ خبز. انت ليه مبين عليه غني؟ اوكي خلص تمام، خذ خبز بس. 5 دولار بدك تحاسب فيزا. اهلا وسهلا، المره الجايه بدي اجرب انصب على حدا بال شو اسمه بالفيزا. طب هو كيف شاف هاي غاليه وهاي رخيصه؟ ما فهمت. عم بفكر اعلي سعر الخبز، الناس بتشتري كثير خبز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، قد ايه؟ 10 دولار. اهلا وسهلا، تعال نجرب نحط 20. اوكي عرف، كنت بفكر انصب بس طلع ما بزبط. بيزبط 100؟ لا ما بزبط. ما بقدرش انصب. في ناس بيشوفوا اشي غالي ما بعرف هو غريب. اوكي في ناس بيشوفوا عادي، في ناس لا. تفضل. اوكي 5 دولار شكرا لك. قد ايه دفعت؟ اوف دفعت 50، معها مصاري. بدي ارجع لها 20 و20 و5. باي باي. طيب لو بدي اشتري كمان اغراض بنروح هون. اويل ما عندي على فكره، هاد ما عندي. بيرشيز هاي هاي هاي، لقيت لقيت، جبت اغراض جديده، جبت لكم اغراض جديده. تعالوا سكروا الناس ولا ضل في ناس رح تيجي؟ ضل في ناس بتيجي عادي بالليل. اوكي عادي. اوكي اوكي خلينا نسعرها على السريع. اوكي خلينا نعملها هاي تحديدا، نعملها 15. لا لا شو 15، ما حدش رح يشتري. نعملها 10 لانها غالي، تكلفتها علينا غالي كتير. اوكي خلينا نبيع هذا بس على السريع، 5 دولار. اهلا وسهلا فيك صديقي. ليه كلهم بيشتروا بس خبز؟ الزيت غالي فرح يتسعر غالي. اوكي رح يتسعر 10. ول دفع لي 100 دولار ليه؟ اوكي لازم ارجع له كتير، هذا لازم ارجع له 50 ب 20 ب 20 ب 5 صح؟ صح. خلص هيك سكرنا، شو رح لازم ننام؟ turn the light using the switch on the wall. خلص سكرنا، كيف انام؟ وين بيتي؟ هون بننام ولا لا؟ كيف اسكر طيب؟ اه بس بكبس انتر. اه بعطيني ديتيلز عن اليوم اللي صار، كم عدد الاشخاص اللي فاتوا علي اشتروا لهن الزباين؟ 10. في ناس شافوا انه في عندي اشياء غاليه، بس عادي طبيعي لانها هي علي غاليه اصلا. وانا ربحت 86، سبلاي كوست 99، الربح تاعي كان 37 دولار، مش غلط. اوكي ياي، تعال نفتح الماركت. قد اشرق الصباح. وشو هذا؟ ليه هيك في عندي هون زباله؟ انا كيف بامكاني يا جماعه هون انظف حوالي؟ لغايه هسه ما حدا اشترى شيء من هدول، شكلهم عن جد كثير غاليين. شو اللي تو اكسبنسيف؟ اوكي في ناس عم تشتري اللي هو شايفه كثير غالي، فهي مشكلته انه معوش مصاري مش مشكلتي انا. اهلا وسهلا فيك صديقي، هاي 5. باي باي. ليه الباستا بلاش؟ لا تشتروا، مش شايفه غالي لا تشتري. اوكي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوه صار عندي أزمة، دفعت لي 50 لازم ارجع لها 40. تفضلي باي باي. صار عندي أزمة صار عندي أزمة، باي باي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوكي هذا لازم ارجع له دولار واحد فقط. ليه اعطاني 11 دولار؟ انت حمار. تفضل تفضل، اشتري زيت اشتري زيت اشتري زيت 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 صحي، زيت زيت مفيد للبدن. اوكي هذا لم الدكانه كلها. اهلا وسهلا ترى صديقي، اهلا وسهلا، ان شاء الله الله يكثر مبيعاتك. هاي 15 دولار تفضل، هاي 10 دولار. بحب تعوني الفيزا ما برجع لهم، اسهل. اهلا وسهلا، يشتري
كفو عليك، كم حق الزيت نسيت؟ ست دولار يمكن. اهلا وسهلا. هاي كمان اشترت زيت كأنه؟ لا والله اشترت حبوب. كفو، لازم ارجع لها دولار واحد بس. تفضل. وي 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 وي. عم بفكر اغلي هذا الاشي لانه غالي علي. مي 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 is too expensive. بلاش اشتريش. Purchase product license using computer. ما عنديش رخصة محل. اوه مين هاد؟ انا شاب كيوت. اخذ كل شيء هاد. اوكي يا رب يدفع. استنوا ليه ما فيش ضوء عندي بالهاد؟ اوكي بوفر كهرباء انا قاعدة بس انه يعني مش هيك. 18 دولار، في واحد طلع ما دفع ما اشتراش. بلاش. صار معي 140 دولار. من 50 دولار 140 دولار عملت. عشان الحكومة ما تيجي تسكر المحل تاعي لازم اشتري رخصة محل. اللايسنس من هون بتنشترى. بيرشيز برودكت لايسنس اللي هي هاي. بس ما معي مصاري، بدها 200 دولار، انا ما معي 200 دولار. ما ضلش ولا زبون بالشارع حرفيا. اوكي خلص اسكر. كم ربحت اليوم؟ 173 دولار. واو. هو في عندي مخزن هون؟ استنى شوي، ما بعرف الجوز لقدام نقدر نفتحه. صار معي 200 دولار، بقدر اشتري رخصة شو اسمه؟ هاي لازم اشتريها صح؟ اوكي هاي اشتريتها. هييييي نيو برودكت ار افيلابل، صار عندي اشياء جديدة بقدر اشتريها. واو طلعوا، بس في اشياء بدها ثلاجة ما حقدر. بقدر اجيب ووتر. طب كويس، ووتر منيح. ما بقدر، معيش مصاري. كنت عم نروح نشتري ووتر بس. ووتر ووتر، كان نجيب ووتر؟ ووتر ووتر. بده ثلاجة. واو صار يشتروا كتير. اوكي هاد لازم ارجع له 6 دولار. تفضل. يا رب ما يكون بدها ثلاجة. يس ما بدها ثلاجة. الكوست تاعها واو، اذا 12 كوست تاعها 6. قاعدة بجمع حاليا انا للثلاجة، لازم اجيب ثلاجة. او حتى عندي مهمة اني اشتري ثلاجة. بتوقع خلص اليوم خلص، لازم ننهيه ونفوت على اليوم الثالث. الثالث؟ لا اليوم الرابع. داي فور. اوكي لازم نشتري ثلاجة اليوم. بنشوف شو في برودكت ما بدهم ثلاجة. البيض اكيد ثلاجة. التي بلاك، شاي اسود. والله كثير غالي 55. اوكي هاي تكلفته 6، فانا زدت الدبل. وين انا زدت؟ اوه ممكن ابيعه باغلى، ممكن ابيعه ب 13. عم بعدل الاسعار تكون بطريقه منطقيه اكثر من هيك. حتى ب 13 عم بيشتريه، اتوقع لازم ارفع السعر اكثر. اهلا وسهلا، بدي اشوف قديش حق الثلاجات. الفريج اوه 200، كثير غاليه. اوكي 28 دولار دفع حاد. واو ايش عم بعمل؟ اوكي ما لقى باستا، كان عم بدور على الباستا هيك. اوكي هذا قد ايش؟ اوه 20 دولار نايس. كنت حبيعه اقل. صار معي 200 دولار، اشتري ثلاجة، نشتري ثلاجة. ياي اول ثلاجة. بيرشيز نشوف الثلاجة وصلت. يس اوه اوكي راح نحط الثلاجة هون ولا جنبي؟ اوه حطيت مي، حطيت مي، حطيت مي. بس نسعرها. المي خليها 5، بحس ممتاز. ونحاسب الزبونة. بدها قديه؟ بدها نص دولار. كيف بدي اجيب لها اياها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اوكي طيب في اشياء كثير لازم نشتريها على فكره غير المي. الباستا ما ضلش عندي، الخبز حيخلص، ما ضلش معي مصاري. تعال نشتري الاشياء الثانيه زي الاويل، ما عندي خلص. يمكن اصير اجيب تشيز. جبت مصنف جديد. التكلفه تاعيتها غاليه شوي، كان حطها ب 8. اوكي جابت هدول، اهلا وسهلا فيكي. 13 دولار يلا الله معك. اوكي خلص خلصوا الناس. اليوم الخامس المفروض. شوغر باودر تشيز، ايش فيه؟ شو مش فاهمه. بيرشيز ا نيو سيكشن يوزينج يور كمبيوتر تو اكسباند يور ستور. هاي 10. بدي اخذ الحليب. الحيوان اخذه بسعر التكلفه. يلا مش مشكله. الحليب كتير غالي، كيف؟ نفس سعر الخبز. هو تكلفته اقل من تكلفة الخبز. اوكي بدي اشوف ناس تانية بلكي اشترت الحليب، ما بعرف. جوز هذا حمار معوش مصاري.
اوكي هي اخذت كل الطحين الموجود في المكان. اهلا وسهلا فيكي. ما حدا عم بيشتري شيء من الثلاجة ليه؟ اوكي شايفين المي كتير غالية. واخيرا حدا اشترى ووتر. شافت شيز كتير غالي. هنشل. ول لازم ارجع له 93 دولار. خرب بيتك. خمسة. اوكي هذا بده زيت لازم ارجع له 4 دولار. هات شو اشترى بس ووتر. اوكي هاي دولار. اوكي مش معقول يشوف يعني اكتر من هيك رخيص. رخص الفجر صار عندي الحليب عشان بس بدي ابيع. حتى التشيز مش مقتنعة بسعرها. جابوش سعر التلاجة بعدهم. اوكي يا جماعة اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا خلونا نحاول نوصله ل 10,000 لايك. اوكي 10. وهاد حساب الانستغرام يا جماعة بتقدروا تعملوا سكان للكود هاد بوديكم مباشرة على حساب الانستغرام. هناك بنزل امور شخصية عني ما بعرف اذا بتهمكم او لا. اوكي فاللي مهتم يعرف عني اكتر يتابعني على الانستغرام. وبشوفكم بهذا الفيديو رح يطلع هلا هون. صدقوني كتير رح يعجبكم هذا الفيديو. روحوا احضروه واحكوا لي رايكم بالتعليقات واقترحوا علي كمان العاب جديدة ممكن نلعبها مع بعض. يلا باي.